تعبر آلاف السفن المحيطات، تبحر بطول شواطئ البحار، وتسافر داخل الأراضي مستخدمة ممراتها المائية. يقود السفينة طاقم من الضباط على درجة كبيرة من التنظيم، ويسمى كبير الضباط الربان أو القبطان، وله السلطة المطلقة في اتخاذ القرار والمسؤولية النهائية تجاه الركاب والبضائع والسفينة. يشكل ربان السفينة وطاقمها فريقا متكاملا، مهمتهم الحرص على وصول السفينة والمسافرين والبضائع إلى المحطة النهائية بأمان وفي الوقت المحدد. Monsieur le chef mécanicien. Oui, je vous écoute. Nous avons un grand problème à la machine. Il s'agit d'une voie d'eau côté tribord, une voie d'eau côté tribord. Une voie d'eau? C'est pas possible, je viens. Il y a une voie d'eau, très grande voie d'eau. Stoppez les manœuvres, stoppez les machines, je viens. بعد إبلاغ قبطان السفينة بوقوع حادث، عليه الوقوف شخصيا على حجم الأضرار واتخاذ القرار المناسب الذي يضمن سلامة الركاب والطاقم أولا. المياه تتسرب بسرعة إلى غرفة المحركات، وبسرعة أيضا يقرر القبطان اللجوء إلى عملية إخلاء المسافرين وفق خطة طوارئ تحددها معايير السلامة العالمية. Allez, tout le monde sur le pont, s'il vous plaît, tout le monde sur le pont. Tout le monde sur le pont, s'il vous plaît. Vite fait, s'il vous plaît. أولى الخطوات هي إطلاق الإنذار عبر وسيلة مرئية وسمعية واضحة وكافية لإيصال التحذير، بما يكفل فهم الطاقم والركاب لطبيعة الخطر، ثم إرسال إشارات النجدة عبر جهاز يستخدم الأقمار الاصطناعية لتحديد موقع السفينة كما هو الحال هنا.
أوركا 2 أوركا 2 ici فوك 1 أوركا 2 أوركا 2 ici فوك 1 فوك 1 ici أوركا 2 على écoute. Oui, on vient de recevoir un message du DITRAS. On vient de recevoir un message du DITRAS du RCC Casablanca par IPIRB, par IPIRB. À la position suivante, à 30 degrés 25 minutes nord et 9 degrés 48 minutes ouest. Ça y est, tu as mis la SOS par le Mazatta. La position est sur 30 degrés 25, 9 degrés 48. 48. La position. Attention. Orca 2, Orca 2, Orca 2. Et c'est Fok 1, est-ce que vous m'écoutez? Orca 2, à l'écoute Fok 1. Nous avons une détresse, nous avons un message de détresse. À la position suivante, 30 degrés 25,5 nord et 9 degrés 37,5 ouest. Je répète la position, 30 degrés 25 minutes, 5 nord et 9 degrés 37,5 minute ouest. Est-ce que vous avez bien trouvé la position? Bien reçu, je confirme, Fok 1, je confirme. 30 degrés 25 degrés 5 minutes nord, 9 degrés 37 minutes 5 ouest. Oui, c'est bien, Sandek. Vous allez vous diriger à la position, vous allez vous diriger dans les médias, en plein régime, en plein régime, en pleine puissance. Donc, tout de suite, Fok 1, tout de suite. يأمر قبطان السفينة جميع الركاب بمغادرة مقصورتهم والصعود على سطح السفينة دون حمل أمتعتهم استعدادا لعملية إخلاء السفينة بواسطة قوارب النجاة. يتم تزويدهم بصدريات النجاة وهي سترات للحماية من الغرق، فيما يسهر قبطان السفينة على سير الخطة بإحكام ويعمل في نفس الوقت على طمأنة المسافرين ودعوتهم إلى الهدوء وعدم التسرع. تعتبر هذه الإجراءات ضرورية إلى حين وصول فرق الإغاثة لتقديم الدعم والمساعدة على إبعاد الركاب من الخطر. تقوم طائرة استطلاع تابعة للقوات الملكية الجوية بجولة لتقديم المعطيات الأولية حول طبيعة الحادث وأوضاع الركاب، وذلك في انتظار وصول وحدات النجدة البحرية التي تضم وحدة تابعة للبحرية الملكية مدربة على التدخل السريع، وكذلك فرق إنقاذ متخصصة تابعة لوزارة الصيد البحري. الكل يشتغل بتنسيق محكم وفق التعليمات الصادرة عن قاعة للعمليات والطوارئ والتي تضم ممثلين عن كل هذه الأجهزة.
فضلا عن ذلك يتعين أن تتوفر أي سفينة لنقل الركاب على قوارب للنجاة من صنع خاص تنفخ ذاتيا ولها القدرة على حمل عدد محدد من الناجين. الفريق الأول من رجال البحرية الملكية يصل ويشرع في سحب الناجين من الركاب والمصابين بعيدا عن السفينة الغارقة ومساعدتهم على صعود سفينة النجاة، فيما تقوم دورية أخرى للإنقاذ بنقل ناجين آخرين وإبعادهم عن منطقة الخطر. Thank you.
Voilà. وفي طريق العودة إلى بر الأمان يتم أولاً إحصاء عدد الضحايا من الناجين وتحديد نسبة الجرحى والقتلى، كما يتم تقديم الإسعافات الضرورية للمصابين ومراقبة حالتهم الصحية، مع الحرص على إبلاغ الطاقم الطبي على اليابسة بعدد الحالات المسجلة ونسبة خطورتها ليكون أكثر استعداداً. وفي الميناء يتأهب رجال الوقاية المدنية لاستقبال الضحايا ونقل الجرحى والمصابين إلى وحدة طبية ميدانية لتلقي العلاج. We'll be right back.
فيما تتمثل مهمة عناصر الدرك الملكي العاملة بالميناء في تدوين أسماء الأشخاص الناجين والتحقق من هوياتهم والسؤال عن أحوالهم والأمتعة التي ضاعت منهم. وفي حالة انتشار جثة دون العثور على وثائق تعرف بصاحبها يتم استدعاء فريق متخصص في الطب الشرعي تابع للمختبر الجيني للدرك الملكي، ومهمته تحديد هوية الهالك بواسطة وسائل علمية دقيقة. رغم تعدد وسائل النقل تظل السفن الحديثة هي المفضلة لدى العديد من الأشخاص، فهي توفر لهم وسائل الراحة من خدمات وتجهيزات ملاحية عالية الدقة. ومع ذلك كل الاحتمالات واردة، وحدها صفارة الإنذار بصوتها المدوي تعلن عن حالة الطوارئ.